سميني إيريك بن عبو، تزاد فاكادير، كبرت فاكادير، والوالد ديالي الله يرحمه ألبير بن عبو توفى شي ثلاث سنين لور. هو كان الزنزال، كان عنده 20 عام وكان مشى السينما بحال بزاف ديال الناس، مشى السينما ديال أكادير، خرج بين مع 11 ونص ديال الليل. هو كان كيتمشى باش يدخل دارو، وملي وصل في أكادير وفلاح الفوق ديال الكامبينغ اللي كاين اكتوالمون، الأرض بدات تحرك. هو كان عنده 20 عام، كان شي 12 لاروب ديال الليل، هو ما عارفاش كيوقع، خايف. ما واحد الصديق ديالو كان هو كانوا كيتمشاو بجوجهم، كانوا بجوجهم خايفين، جلسوا، الناس كيغوتوا، الناس كيبقيو، كاين الارض كتزعزع، لا بوسيير، لي زيفوندرومون اي تو. تسنى شي بنيه شي ربع سوايع خمس سوايع، هما جالسين ومخلوعين مساكين، وما كان الضو، دونك ما عارفين، ما كانوا عارفين اش غايديروا. تسناو شي خمس سوايع ست سوايع من بعد مشاو لديورهم، والوالد الله يرحمه ملي وصل للدار ديالو، كان دار صغيره وحدها، كان شي ماشي عماره ونقولوا شي دار كبيره شويه عليها، ودار كانت ترسات كلها تحت على الدار ديال الوالد والعائله ديالو كلها، دونك هو كان بقى بوحدو. دونك مورا هادشي شي بنيات 3 4 ايام، لا كوميونيتي اسرائيليه يهوديه ديال المغرب وديال الدار البيضاء صفدات هنا في مدينه اكادير شي كميوات وشي ناس باش يجمعوا اليهود اللي كاينين باش يجيبوهم في الدار البيضاء ولا شي مدينات اخرين، باش يعاونوهم مع شي حوايج، مع شي ديور، مع شي ماكله، باش كل حاجه اللي كل واحد اللي خصو اي حاجه. دونك الوالد الكاميون بحال بزاف ديال اليهود اللي كانوا هنا، وغالي كاميون خرج من اكادير، جيت المرساك هاد الساعه، طلع شويه ضرب فوق الكاميون، قال الشوفور حبس، قال اش كاين اولدي، قال لي انا ما غادي حتى بلاصه، والديا وخواتاتي كلهم ماتوا هنا، مازال ما دفونين، وانا غنمشي وغنخليهم هكاك. وهبط، ومن هذا النهار قال لنا ما غن خوي بلادي، تزوج مع الوليده، هي كانت من مدينه الصويره، جات لكادير، من بعد ولدت ثلاثه ديال الدراري، انا واختي الكبيره واختي الصغيره مازال. والوليد الله يرحمه كان قال لنا كان واحد الحاجه اللي غاديني باش نمشي من اكادير هي المرضى، دونك حتى الاخر ديال حياته عايش في اكادير حياته كلها. عام ونص قبل كان لقاو ليه شي سرطان، مشى لكندا، وكتب الله وكاع، عام ونص من بعد هو توفى. وقبل ما يتوفى قال لنا انا بغيت نكون مدفن في مدينه اكادير في بلادي وفي الروضه ديالنا، حدا الكبره ديال والديا وديال خواتاته. دونك واخا دازوا 59 عام بين الموت ديال الفاميلي ديالو كلها، وهو بين القبره ديالو وديال والديه كاين غير واحد القبره، دونك اذا 3 مترو من القبره ديالو وديال عائلته. دونك فوالا سيدي.